يا حبيبي انت رزقك القلب ورزقك كل حاجه يا حبيبي. يا حبيبي شكرا لك وشكرا للشباب اللي معاك. المايك عندك يا غالي. وانا ابدا معاكم الفقره هذه الساده المشاهدين وكذلك ايضا المشاركين اللي معاي والمره الثانيه معاكم واطلع على شاشه بدايه العظيمه وايضا للحديث اكثر عن مجال الاعلام وابواب كثيره جدا. انا اتمنى بس فريق الاعداد والمخرج انه يعطيني فرصه انه يمد معاي وهم بربع ساعه ان شاء الله 20 دقيقه يا رب العالمين ان شاء الله، لان عندي كلام كثير ودي اقوله ودي المستفيدين المشاركين والمشاهدين ان شاء الله يا رب. اوكي صدموني بالوقت لكن الله يحييكم يا شباب. انا سعيد جدا مره ثانيه ان اكون معاكم وابغى ابدا بالسريع لانه ما عندي اي وقت. انا بعطي 50 الحين نقطه سريع. للمره الماضيه انا ذكرت شيء سالني فيه صالح، ذكرت انه كيف قال انا اسير نجم، كيف اوصل للناس؟ قلت بثلاث اشياء. ممتاز، قلت لكم اول شيء اللوجو، الثاني وشو، الثالث وشو. انا بالثنين الباقيات وتشرحها شرحا. طيب علي اللوجو والثاني سلوجن. الثاني سلوجن، طيب اوكي. الثالث؟ الثالث والله افزعوا لها يا عيال، خليها ياخذ الخمسين، خليها ياخذ الخمسين. طيب انا طبعا هي كانت، انا ذكرت لكم انها قلت لكم انا غلطان في الاسم، هي قلت لكم الرينج لاين. الرينج لاين شيء في الاداء، لكن هي التاج لاين. تاج لاين، التاج لاين. طيب وش السلوجن وش التاج لاين؟ السلوجن بكل اختصار هي الجمله اللي تعلق في راسك لكل منتج، يعني زي مثال فرضا فاخر من الاخر او امر يكون مش حتغمض عينيك. مش حتغمض عينيك، وش يروح بالك لما اقول لك مش حتغمض عينيك؟ مدري وش انا سينما اللي هو شو، ولا لما تفك مش حتسك؟ مرت عليكم؟ يعطيك جوانح مثلا، اي برينجلز، ما ودي اسوي دعايات بس هذا السلوجن. التاج لاين مش حتغمض عينيك صح، اللي هو الرينج لاين. التاج لاين اتوقع النغمه ونفس اللي تطن حقه البرنامج. هذا السلوجن يا جميل. سلوجن، هذا السلوجن. لا 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 التاج لاين، التاج لاين اللي هو التوسع او المدى مال. بتاخذ نفس اللوجن، بتاخذ 40 العشره الثانيه بتروح اللي بيجيب التاج لاين. هل هو الشعار وطريقة كتابته؟ يعني فرضا ان قلنا انت برودكت يا جميل، انت منتج قدام الناس تبغى تسوق ذاتك، عندك سلوجن انه انت تخترع كلمة مثلا سلام اهلين وسهلين مثل بكل حب حق جات. هذا سلوجن. التاج لاين تعريف لنفسك، يعني نفس مثلا اعلان. وتاخذ ال 50 كاملة. يا سلام، اعطونا تحية. سهل التاج لاين، التاج لاين عادة اللي هو البايو حقك. بس وش الفرق بينهم؟ ان سلوجن وقتي متغير، اليوم صالح اليوم طلع بكلمه او باسلوب، بعد سنه يغير خلاص. لكن التاج لاين لا، اسم ما يتحرك. طيب نعطي 50 ثانيه. 50 ذكرت انا مصادر البرمجه وذكرت لكم وعي ومهاره، ولا اقول لكم يلا كل واحده ب 50 وعي ومهاره. هذه حقتي انا، اخذ ال 50 لي. الثانيه ومثال عليها مهارة ووعي. مهارة ووعي هذا قلت أنا. مهارة بلا وعي. لو سمحت مثال عليها. مهارة بلا وعي إنك صح لما تسوق وأنت مو مركز، يعني مو مهارة بلا وعي. أيوة، أن أنت خلاص تسوق وأنت عارف عقلك لا وعي. فن ممتاز. وهذا الخمسين خذيتها علي، صارت 100. غيرك ها؟ لا وعي ولا مهارة. لا وعي مثل لو رحت هارون رشيد قلت أمسك آيفون وما عرف له. أيوة. وخمسين لك يا بعجب. ها لا هذه ثنتين الان، باقي ولا باقي واحده. انا جبت واحده. ايش قلت؟ علي معجب. طيب باقي المهاره بلا وعي. في وعي بلا مهاره. مهاره بلا وعي قالها علي. وعي. طيب وعي بلا مهاره. وعي لكن ما عندي مهارة. المهاره زي انا اعرف مثلا المذر بورد في الكمبيوتر بس ما اعرف اتعامل معه. ما تعرف ايش معه. ممتاز. وهذا ال 50 سجل يا اعداد. ممتاز. طيب انا بدخل الحين الى سمات الاعلامي. انا يوم اقولها انت تخيل نفسك. طبعا هذه يسويها في اختبارات دائما قبول اي مشارك للاعلام، يعني اي واحد بيجيني السلام عليكم احمد انا بكون مذيع، في اختبار قبول. اذا مو موجوده فيه سته قبل ما يدرس، يعني يجيني واحد من كليه الاعلام والاتصال في التسويق اذا ما عنده هذه السمات. ايش معنى سمات؟ صفات. صفات جايه من ربي كذا، هو يعني مكتسبها قبل ما يدرس، ما تدرس. خذها قاعده، لا تدرس. إذا ما جت فيه مثلا بعطيك سمات، مثلا زي النبي صلى الله عليه وسلم وش سماته قبل ما تأتيه النبوة؟ وش كان؟ الصدق الصادق الأمين. الله عليك.
هذه السمات مطبوعة فيك ممتاز. طب هل أقدر أكتسبها؟ ممكن. ذكروا أول نقطة قالك إيش؟ طلاقة اللسان. طلاقة إنه إيش؟ منطوقة قوي جيد، مو لازم لغة عربية، لغة بيضة، بس إنه يقدر يتحدث، يقدر يتكلم. أكثر حاجة أنا سمعتها مرة كنت في دورة في البرامج الإخبارية، كنت في الأردن، اللي درسني مو مسلم، فسألته أنا قلت كيف أقوي اللغة عندي وده شلون؟ قال عندك القرآن، رمالي يا، قال عندك القرآن، اقرأ القرآن خلاص تعرف. شوف أي شخص يقرأ القرآن سواء حفظ أو تلاوة اعرف إن طلاقة لسانه ستكون قوية، تقوم اللسان قبل ما تقوم الذات. القرآن طبعا شيء خلاص خلصنا منه، جميل، لكن في حاجة مجربها أنا اللي هي القارئة المعلقات السبع. ترفع صوتك أو تبطي. المعلقات السبع، القصائد، معلقات الله عليك، بالإضافة للقرآن. هذه الشعر بحد ذاته قراءته وتذوقه، تحديد المعلقات أنا مفرداتها صعبة شوي. أي واللي ينجح دائما، شوف ترى الشاعر، من شاعر منكم؟ نصي شاعر. أي الشاعر ترى يتقدم، يعني هو حول الإعلامي يعني تقريبا بينه وبينه يمكن حوالي 40% 50%، يعني مؤهل الشاعر عادة يكون إعلامي. ليه؟ بتجينا بعد طلاقة اللسان بأي طريقة من الطرق اللي ذكرتوها، تجي عندي حاجة يسمونها الثقافة. الثقافة كيف تطلع؟ في مصادر ثقافة كثيرة جدا كانت زمان القراءة. أعطوني مثال ثاني. محاضرات اليوتيوب، تجارب اللي هي اليوتيوب، البودكاست، التجربة نفسها، يعني التجربة نفسها، الانترنت الآن لو تبحث عن أي معلومة، جميل، المصادر الآن سهلة، حلو، هي مثل قبل. ها كتب المسموعة، كتب المسموع، البودكاست، جميل، الخبرات مثلا ننشد عن جميل، عن جميل، المكاتب الوطنية سهلت الأمر بشكل كبير. الله عليك. طيب في مصدر هذا أنا بوجهة نظري القاصرة يعتبر أقوى مرحلة تعلم فيه، صالح جبتها 50، الأفلام. حلو الأفلام، حلو الأفلام، بس مو به، ها الوثائقية، شيء تعيشوه انتم تسوونه دائما انتم في البرنامج، ابو عشر الرياليتي، العلاقات، ايش العلاقات، جميل، اصبر، العلاقات، علاقات عامة، هي علاقاتك، لا. يعني تعرف مثلا كولومبي، تعرف عن طريق القهوة، تعرف هذا السؤال، هذه بتجينا اجتماعي. انت وش قلت؟ سؤال بسفر، سؤال وضح لي شوي اكثر، التكرار، السؤال، التسولف، ما اللي يسمونها الحوار، الحوار، حوار، نقاشات، وخمسين، لا عندك 50 50، النقاش يا جماعة الخير، حتى في في اللانجوج الآن، حتى في اللغة وفي الدورات التدريبية، دائما يوم أجي أدرب وكل المدربين أغلبهم، المدرب المحترف تعلمتها قريبا أنا، والمدربين المحترفين إيش يسوون؟ يجي بلا سبورة بلا مدري شلون، يحط الكرسي ويجي يسمع الشباب، يحاول إنه إيش؟ نقاش. خذها قاعدة، شوف أي معلومة طرحتوها وناقشتوها بجدال، بإقناع، بتفاوض، بأي كان، ستخرج بالمعلومة لن تنساها مدى الحياة دائما. فرضا تكلمت عن الصدقه وقال واحد مدري شلون وناقشته ولا غلط ومدري كيف ذا الفضاء هذه، يقول لك هذه مرحله تعلميه سريعه جدا وتستفيد منها. عاده عاد منها اشياء سلبيه وفي ايجابيه، انتهينا منها قفلناها. ابغى اروح لشيء مهم جدا ايضا من السمات، يقول لك تعلم في غير تخصصك، التعلم في غير التخصص. شخص يجيني واحد يقول لك انا والله العظيم قاري ومطلع، انا اعلامي، الله جميل، أنا شاعر، يا سلام، يجي في تخصصه لكن ما عنده ثقافات في المجال الآخر، هذا ما يقبل. لابد علينا أننا نوسع مداركنا في جميع المدارك. يعني فرضا جاء سالفة بالضبط بالضبط، يعني باللهجة الدارجة، حاول أنك تعرف كل شيء، تعكله هذا الإعلامي المطلع، أنك تطلع على كل الأحوال. جاء طاري الفضاء قالوا أنه والله الفضاء الحين أبناء الوطن ما شاء الله وصلوا، تدرون وصلكم المعلومة، أبناء الوطن وصلوا ما شاء الله إلى قاعدة أو المركز الفضاء الدولي، وصلوا هناك قالوا أنه 16 ساعة وهي تبعد 400 متر، 400 متر من هنا للرياض القصيم، كيف هذه ساعتين؟ هذا الموضوع لازم أني أنا أشارك فيه، أعرفه. طيب أنا مالي في الكورة، ربي صدق أنا معطاني في الكورة، لازم أعرف مين اللي وقعوا معاه الآن، في ما درتوا على الأشياء الجديدة، التوقيعات الجديدة، في توقيعات جديدة الآن، وفي صرح وزير الرياضة بأشياء جميلة جدا، الهلال، النصر، الأهلي، الاتحاد، في شغلات حلوة ما تدرون عنها؟ لا والله أنتم مساكين. في في تصاريح جميلة جدا، هذه شوف أنا ربي ما أعطاني لكن أنا تفيدني، أقدر أتكلم عنها، أداقش مع اللي موجودين، تعلم مجال الدين،
تفقه لاعترف على الجهل نفسك، وايضا اضف بشكل اخر يعني تحس ان ايش عندك معلومه على الاقل. طيب وكيف مصادر التعلم؟ من اللي ذكرتكم اياها؟ في شيء مهم جدا وهذا يدرس بشكل كبير جدا جدا، اللي هي وشو ذكرت لكم اياه المره الماضيه ويستفيد منه السادة المشاهدين، ترى المدرس، المحامي، الطبيب، الكاشير، ايا كان، وانتم واجب عليك اللي هي الكاريزما. طيب اعطوني تعريف بسيط كذا يعرف لا احد يتفلسف علينا ويقول يا المشاهد الكاريزما وش الكاريزما؟ نبي نبسطها غير جميل. عندك يا استاذي هو التعامل خاص مثلا في الاعلامي نفسه زي ما تقول ميزه يتميز فيها. يا سلام، ميزه يتميز فيها عن غيره. مثلا مثلا مخاطبته للكاميرا، مخاطبته للناس اللي خلف الشاشات. الله عليك الله عليك. الإعداد أبعطيه 50 وبنكمل. تستاهل 50، تستاهل 50. اليوم أنا كذا كتاب مفتوح بوزع الدرجات مو بزي الأول مرة، لأني احتست والله يوم أوزع والله أني احترت معاكم، لكن خلاها كذا صريح لا حد يزعل علي. طيب إضافة ثانية بس بدون درجات، علي أنا أشوف أن الكلمة هي نفسها ما أتوقع أنها عربية، الكاريزما كلمة أغريقية، كلمة إنجليزية تدل على أو أغريقية تدل على قوة الجذب. يعني قوة الجذب أيوة والسحر. أيوة سحر الجذب، يعني عادلها في اللغة سحر الجذب، فالإنسان الجاذب هو صاحب الكاريزما. أنت أمير، يا سلام عليك. صالح، الشخصية وجوانبها اللي زي ما قال عليها جذبة، الشخصية الجذابة أو الشخصية المختلفة عن باقي الناس، يعني هذا الكاريزما. الله عليك. يعني هي جوانب. طيب إضافة شخصية أخيرة، معجب من الأول اللي رفع يده؟ لا صدق والله أنه هو. طيب فضل. قوة الحضور والتأثير. قوة الحضور والتأثير، أحسنت، وهذه الكلمة المطلوبة. طيب كاريزما قالك القبول الإلهي، تعريف بسيط هو الكلمة غريقية ومدري إيش، والسحر والجاذبية وذا، لكن في أشياء تعزز الكاريزما. عليكم السلام، تعزز الكاريزما إنه كيف أنا أكون. قالك أول حاجة في القبول، معليش أنا يمكن هذه ترى وأقولها صريحة، كثير من يعني الإعلاميين أو النجوم يقولك لا والله في البرامج، في البرامج سواء مذيع أو برامج واقعية إحنا حريصين على ثلاث أشياء، وأنا أكون صريح جداً، أنا يمكن أول مرة أتكلم فيها، وفي ناس يقولك لا والله لازم أتكلم فيها. أولاً الوسامة. صح. واحد يقولك لا يا أخي لا إحنا ما نحرز، لا الوسيم. طيب الرب يرزقني واحد وسيم وفي نفس القصة عنده كاريزما، يا سلام. طب هي الأصل إنه وسيم بدون كاريزما ما نبيه. طيب اجتمع الثلاثة، وسيم ممتاز فيه الجمال، والجمال مو حرام، يوسف عليه السلام كان جميل، وأيضاً النقطة الثانية إن يكون عنده كاريزما، والثالثة لابد منها أن تكون. إذا اجتمعت الثلاثة الأشياء تجتمع عند الثلاثة الأشياء اللي هي وشي؟ القبول، المحتوى. طيب إذا جاني واحد عنده كاريزما اللي ذكرتوها أنتم وعنده محتوى، ما أحتاج تكون، ما أحتاج أن يكون وسيم. الله يطمنك. ممتاز. إيه لكن أنا أقصد إنه ليش أقول ذي الكلمة وأنا صريح فيها، إنه بعض المرات يقولك يا أخي جنبه ربي خلق إن هذا الرجل جميل إنه وسيم. ممتاز. طيب عنده أيضا كاريزما وعنده قوة محتوى قوية، ثلاثة اجتمعت الله أهلا وسهلا، لأن عبارة عن منتج مو يتكلم عن السلوغن والدنيا. طب مين موجودة فيه؟ يعزز الكاريزما ويعزز النقطة الثانية اللي هي وشي؟ قوة المحتوى. وهذه تتفاوت بين الناس والناس، لكن مو عيب أو حرام إني في ناس يقولك لا والله إحنا ما نقبل الوسيمين. طيب وإذا كان عنده محتوى جيد، حتى النجومية أنا أعزز وأدعم الشخص اللي ربي رزقه جمال، ما عندي مشكلة، مو بعيب ولا غلط، لكن أهم شيء إنه عنده إيش؟ كاريزما. والكاريزما تحمل أشياء كثيرة جدا، من ضمنها الدين والأخلاق والأشياء، إضافة إلى نقطة مهمة جدا في الكاريزما ما أنساها لأنه باقي دقيقة ونص. قالوا ما أدري إذا كان قولوا لهم يا جماعة الخير، يمكن صوتكم عالي، المظهر لا قولوا لهم إنه يمدد وأقل من دقيقة. طيب محتاجين 10 دقائق إضافية. طيب النقطة الثانية يقول لك طيب كيف أعزز الثلاث الأشياء؟ قال ثلاث أشياء بقوة الكاريزما. قال أول نقطة أنك تعطي مثال مثلا عليها، مثلا اللي هو يقول لك التعامل مع الكاريزما، فأعطيك فرض مثال، قال لك الابتسامة. طيب الابتسامة على كل الأحوال سذاجة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يا أحمد كان مبتسم، صح، لكن في بعض الأحيان يكون يتمعر وجهه. ليش؟ يتمعر وجهه ليش؟ إذا انتهكت محارم الله، فإذا الابتسامة في كل الأحيان ما هي حلوة، قد يصمت الإنسان. طيب قال لك مثلا حسن الخلق، بعطيك الرسائل اللي يستخدمها صاحب الكاريزما القوية.
يسوي اشياء قد تكون سلبيه بس ايجابيه. بعطيك مثال على السريع قمت ضخ ضخ. فرضا انا راكب جميل راكب معي في السياره. فرضا مثالا انه جميل بثر في الكلام قاعد يتكلم كثير وانا موقف عند بيته. نزلت تعشينا في ماك قعدنا والله سالفة. انا سويت قدمت الجير ورجعته طفيت السياره وشغلتها. ايش معنى يا جميل هذا الشيء؟ انزل. طيب هذا اسمه ايش؟ التفييد اللي انه يسوي تلاشي للشخص. يعني مثلا منشدين انتم شعراء فتلاقي يحاول انه يسوي فيد تلاشي للكلمه. فرضا اعطيك مثال انه مثلا في الجوال ايوه يا معجب ايوه المهم قول سولفته بعد ما خلص انا اقول الله يسر يا رجال خل عربك علومك انت قفل تصير يا رجال تصير لازم اسوي ذا الشيء. هذا صاحب الكاريزما القويه بمعنى انه انا ما اقول لك يا اخي ازبدها في وجهك وقفل نفس كلمه طيب طيب اي خلاص خل اوقف. ايضا من صاحب الكاريزما انا بسلم عليكم مره ثانيه طيب. صاحب الكاريزما وهذه تصير بينكم انتم الاعلاميين. السلام عليكم كيف الحال؟ ساكن طيبين؟ سلم عليك اموركم طيبه؟ انا بختبركم الان. اهلين وسهلين شيخ جميل كيف حالك؟ امورك الشيخ علي اهلا وسهلا اموركم طيبه. عاده في الزواجات تستريحوا في الزواجات في المحل في المحافل يجي شخص مثلا انا اعرف صالح واجي معليش بسلم عليك هلا صالح كيف الحال امورك طيبه امورك زينه والله يا اخي مالك داعي والله ما شو اسمه امور وهمش العيال ساحب على ابو الشباب كلهم الحمد لله. هذه صاحب الكاريزما القويه معليش اسف جدا اسف لا بالعكس والله صاحب الكاريزما القويه انه يعطي كل ذي حق حقه حتى لو ما اعرفه ممتاز وحاول انه بقدر المستطاع اني اعطيه قدره اللي قدامه. النبي صلى الله عليه وسلم كان من صفاته انه اذا كان يمشي معك تخيل الحين احنا ماشيين مع بعض في اليووك ولا ماشيين في الريفر ووك ولا في اي مكان في الرياض خلينا نسوي دعاء للرياض انا ماشي صفة النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي اذا كان كنت تمشي في جنبه احنا عاده اذا كنا نمشي نطالع في العالم ايوه قول لي يا صالح ومدري شلون كذا او انه كذا نطلطل في الناس ونسولف. الرسول كان يلتفت كله للشخص ويتكلم معه تخيل هذه من الكاريزما ما شاء الله كاريزمتك انك تعطي هذه الصفات تحت يحتاجها الاعلامي زي ما قلت لك واجب. طيب انا كيف اتعلمها؟ في دورات كثيره جدا على هذا الامر في كتب كثيره وفي بودكاست على هذا الامر هي مزايا معينة وأغلبها تقول أنا أبصم بالمليون إنها موجودة فيكم لكن هي زي السكر اللي مدفون ما حتحرك حاول إني ملعقة حاول إني أحركه وتطلع عندك هي موجودة عندك تعرفها ويمكن تزيد علي. تفضل جميل. طيب هل ممكن يعني نقول من جهة ثانية اللي يبي الكاريزما القوية ويكون صاحب كاريزما إن يكون في قلة حياء؟ الله يعذرني على الكلمة ذي لكن مثلا الموقف اللي صار أوله هو صح أعطى كل ذي حق حقه مثل اليوم تكلم مع صالح لكن الأربعة والخمسة اللي قبلهم ما أعطاهم حقهم خصوصا في سلام. أنا أعطيك مثال يضرب على لوح. طيب العكس كاريزما هو اللي يعطيك هذا اللي ما عنده كاريزما اللي أنا لا هذا اللي ما عنده كاريزما أنا فاهم. أنا أقول لك طش مع ايه ايش صح. طيب أنا بنقل الآن أنا بكمل معكم أكمل لأن في أشياء بس أنا بنقل على الآن الوقت صلاة العشاء جاهز وبكمل معكم ويا رب انه بعد الاذان يرجع لي يا رب المخرج لنا ابو ابراهيم يعطيك العافيه. مرحبا يا ابو ابراهيم شلونك استاذ الكريم؟ شلونك يا استاذ احمد حبيبي وشكرا للايس كريم. ما بغينا نطلع على لاوي يا اخوي. ربي يسعدك والله اسف كامله احنا نحتري هيثم ما خلص انت راك اخر واحد خذ راحتك وابد ترى بعد العشاء بس بيرجعوا لي ترى المخرج طيب خوني اسمحوا لي يا مخرجنا ويا اعداد واداره احنا نبي ناخذ وقتنا وقتنا حقيقة حاضرين لكم أشياء حلوة. الوقت معكم من عندي خمس دقائق. تسلم. طيب كم باقي على الأذان أستاذ أحمد عشان بس نبدأ في البداية فعلية قوية كم باقي؟